قصة حرف الجيم. الغرفة المجهولة. استيقظت جنى وأخيها جميل على صوت ضجيج في المنزل، فنزلا من الأعلى ليكتشفوا ما سر هذا الضجيج، وفي الأسفل وجدا والدهما يودع النجار الذي كان يعمل في منزلهم منذ الصباح الباكر. التفت الأب لأبنائه وقال: أعتذر لأني أيقظتكم، لقد أصلح النجار عطلاً كان في الباب، لا تقتربا أبداً من هذا الباب حتى يحين الموعد المناسب. احتارت جنى وجميل في أمر هذا الباب الغريب، وتساءلا: ماذا يوجد خلف الباب يا ترى؟ ولماذا لا يريدنا أبي أن نقترب منه؟ وما هو الوقت المناسب الذي يتحدث عنه؟ وبعد خروج أبيهما للعمل، حاولا أن يلعبا وينشغلا بأي شيء دون أن يقتربا من الباب، ولكن فضولهما جعلهما غير قادرين على الانتظار، فذهبا بقرب الباب وفتحاه بهدوء. أطلا برأسيهما من خلف الباب واندهشا جدا مما رأوه، حيث شاهدا غرفة جميلة مليئة بالألعاب والألوان والأوراق والأضواء الملونة. أخذا يلعبان دون أن يشعرا بالوقت، حتى عاد والدهما من العمل وسمعا صوته في الخارج يناديهما: جنى، جميل، تعالا إلى هنا، لدي مفاجأة سارة لكما. بخجل شديد خرجا من الغرفة. اقترب منهما أبيهما وقال: إذن لقد اكتشفتم سر الغرفة المجهولة، لقد طلبت منكما ألا تقتربا منها حتى يحين الموعد المناسب. أطرقا برأسيهما للأسفل خجلا لأنهما لم يسمعا تنبيه والدهما. أكمل والدهما وقال: لقد أعددت لكم هذه الغرفة ووضعت فيها كل شيء تحبونه، وكنت أريد مفاجأتكم بها عند عودتي من العمل، ولكنكم استعجلتم. اعتذرت جنى وكذلك جميل من والدهما عما بدر منهما، ثم احتضناه وهما يشكرانه على هذه المفاجأة الرائعة. النهاية. الجيم مع الحركات القصيرة. ج: جمل. ج: جبن. ج: جسر. الجيم مع الحركات الطويلة حروف المد. جا: جالس. جو: نجوم. جي: ضجيج. مواضع الجيم في الكلمة: جيم في أول الكلمة مثل جزر، في وسط الكلمة مثل حجر، في آخر الكلمة مثل ثلج. الجيم مع التنوين: تنوين بالفتح جن، حاجن. تنوين بالضم جن، ثلجن. تنوين بالكسر جن، سراجن. أحسنتم أصدقائي، نرجو أن تكونوا استمتعتم بقصتنا اليوم. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا. إلى اللقاء.